احمد عسيري على التاهل والانضمام مع عبد الله الشربتلي. اربع نقاط جزاء للاسف في الحاجز الاخير، لم ينضم احمد عسيري مع خالد العيد وعبد الله الشربتلي لجوله التمايز. كانت جوله رائعه ومميزة، ختم بها أحمد عسيري مشاركاته في هذا المهرجان. ها هي لقطات للمسلك الصعب والطريق الأصعب من السابع إلى التاسع. إذن أربع نقاط جزاء لن تؤهل الفارس أحمد عسيري لجولة التمايز. هاشم سغلول ورينال من المملكة الأردنية الهاشمية اجتاز الحاجز الثاني، ودخول قوي على الحاجز الثالث ومن الداخل الحاجز الرابع. الجواد رينال يسقط حاجز الاتحاد السعودي للفروسية مكسبا هاشم أربع نقاط جزاء في جولة الآن. اجتيازي الحاجز الخامس، واجتياز الحاجز السادس الآن، دخول للمسلك الأصعب في هذا الطريق. أربع نقاط جزاء أخرى في الحاجز السابع. ثمانية ألف وباء وجيم، اجتياز تحرك جيم ولكن لم يسقط. اجتياز الحاجز التاسع، اجتياز الحاجز العاشر، اجتياز قوي وبصعوبة على الحاجز قبل الأخير. الآن الحاجز الأخير بثمان نقاط جزاء بزمن 84-28. هاشم زغلول بثمان نقاط جزاء من المملكة الأردنية الهاشمية. ناصر شباب البقمي وتروبلو من المملكة العربية السعودية هو فارسنا القادم. أعزائي المشاهدين وأنتم تشاهدون على الهواء مباشرة في نقل للبطولة الخليجية، آخر بطولات مهرجان خادم الحرمين الشريفين في نسخته الثالثة لقفز الحواجز، الشوط ما قبل الأخير في يوم الختام لهذا المهرجان. ناصر الآن يدخل للحاجز الأول، اجتياز بتروبلو. ناصر من الفرسان المميزين صاحب خبرة كبيرة، اكتسب مشاركات عدة بإشراف الأولمبي السعودي خالد العيد. فارس مرشح برفقة تروبلو إن شاء الله للتأهل برفقة معلمة خالد العيد والعالمي عبد الله الشربتلي. اجتياز للمدرج، والآن أربع نقاط جزاء للأسف في الحاجز الجداري. تقصي ناصر عن المنافسة على المركز الأول والتأهل لجولة التمايز. دخول الحاجز الثامن، ألف وباء وجيم، اجتياز بنجاح. من المؤلم أن تسقط حاجز ليس بصعوبة المسلك من السابع إلى التاسع. الحاجز ما قبل الأخير المركب الثنائي سابق واجتياز بنجاح. أربع نقاط جزاء للأسف في الحاجز باء، واجتياز الحاجز الأخير بثمان نقاط جزاء بزمن 73 وخمسون.
من العراق سيد النجيفي وسينا مجتازا. الحاجز الثاني الآن الحاجز الثالث زيد النجيفي من الفرسان المميزين المشاركين دائما وأبدا في الدوري المحلي السعودي. فارس له مشاركات عدة يمثل دولة العراق في هذه البطولة. اجتياز للحاجز الخامس انتظار الحاجز السادس. هل ينتقل زيد لجولة التمايز؟ للأسف الحاجز السابع كان له بالمرصاد ويبعد حظوظ زيد النجيفي ممثل العراق الوحيد في هذه البطولة. أربع نقاط جزاء أخرى في ثمانية جيم. دوران للحاجز العاشر تبقى ثلاث حواجز لإنهاء مسلك شوط وجولة زيد النجيفي من العراق. عشر نقطة جزاء الآن، 16 نقطة جزاء هي نتيجة زيد النجيفي وبزمن 84-81. عبد الله اياد الفريح و إتوان من المملكة العربية السعودية. عبد الله ياد فريح قدم جولات رائعة في هذه البطولة برفقة تتوان، هذه ثاني جولة له والمالك الجديد لهذا الجواد. كاد أن يسقط الحاجز الأول، نأمل أن تبقى الحواجز الصامدة أمام عبد الله وأن يتمكن من اجتيازها في الوقت المسموح. للأسف أربع نقاط جزاء في الحاجز الثالث. أربع نقاط جزاء الآن واجتياز الحاجز الرابع، دوران الحاجز الخامس. انتظار للحاجز السادس. إلى السابع. الآن المسلك الصعب على الحاجز الثامن ألف وباء وجيم. والحاجز التاسع دوران للحاجز العاشر. إلى الآن أربع نقاط جزاء في رصيد عبد الله إياد فريح برفقة تتوان. اجتياز الحاجز السابق، الحاجز الحادي عشر، الآن الحاجز الأخير. في أربع نقاط جزاء وبزمن 84 تجعل عبد الله فريح المرتبة 13 المؤقتة. كان حاجز رقم ثلاثة هو العائق دون تأهل الفارس لجولة التميز في ميدان من المملكة العربية السعودية. سلطان العطاوي وبيت غاستو. هذا الفارس الرائع سلطان العطاوي والذي يستعد الآن لبدء جولته بجواد عائد من الإصابة. قدم جولات مميزة في هذا المهرجان، لا نطلب منه الكثير في هذه الجولة ولن يطلب من جوادها الكثير بالفعل، فهو فارس لها خبرة كبيرة خوفا من عودة الإصابة والحفاظ على سلامة الجواد من أفضل الجياد المشاركة في هذا الشوط الجواد فاتكسو. بسم الله يبدأ الفارس سلطان العواطاوي على الحاجز الأول
دخول رائع، دوران الآن على الحاجز الثاني، حاجز مجلس التعاون الخليجي، دخول قريب. فيما يبدو أن السلطان يحاول الحفاظ على الزمن. أربع نقاط جزاء للأسف في الحاجز الثالث، لن تؤهل سلطان العطاوي مع فرسان التميز عبد الله الشربتلي وخالد العيد. جهاز الحاجز الرابع، أداء مذهل الآن من سلطان العطاوي برفقة جواده فات جستو. جهاز الحاجز الخامس، انتظار الحاجز السادس، وصول جيد الآن، المسلك الصعب، نامل أن يبقى الفارس. أربع نقاط جزاء للأسف في الحاجز السابع، عودة قوية الحاجز الثامن، ألف وباء وجيم، 12 نقطة جزاء على الحاجز الثامن. جهاز الحاجز التاسع، تزداد الأمور سوءا يا سلطان، يحاول إعادة ترتيب جواده بعد محاولة الهروب على الحاجز الثامن. جهاز الحاجز العاشر، الحاجز ما قبل العاشر الآن، 11 ألف وباء ينهي جولة السلطان العطاوي ب 25 نقطة جزاء بمجرد إكمال الجولة لسلطان العطاوي برفقة فات جستو. يعتبر إنجاز لهذا الجواد، قدم قفزات رائعة، كان أول المصاعب إسقاط الحاجز رقم ثلاثة، هروب بعد الحاجز السابع، مما اضطر فارس في دفع جواده الحاجز الثامن بجرأة وقوة، كلفته ثمانية نقاط جزاء في الحاجز الثامن، تردد في الحاجز التاسع وإسقاط في الحاجز الحادي عشر، ينهي جولته ب 25 نقطة جزاء، 24 نقطة جزاء للقفز ونقطة واحدة للزمن. في الميدان يوسف عساف وبرنسس من لبنان، أيضا الفارس يوسف عساف من الفرسان المشاركين في الدوري المحلي السعودي ضمن فعاليات الجدول الزمني للاتحاد السعودي للفروسية. واحد فرسان محافظة جدة. جهاز الحاجز الاتحاد السعودي الحاجز الرابع، دوران الحاجز الخامس إلى الآن، يوسف عساف يسير بلبنان للتأهل، هل يستمر هذا التأهل؟ الأمور في صالح يوسف عساف إلى الآن. يوسف مدرب مميز للخيول. أربع نقاط جزاء للأسف في ثمانية جيم، اجتياز الحاجز التاسع لن يتأهل، وللأسف الممثل الوحيد للبنان للنهائي. وجولة التمايز الآن، خمسة فرسان كان سادسهم خالد علي الجنيبي. أربع نقاط جزاء وزمن 83-10 هو زمن يوسف عساف من لبنان. فيروس جواد يمتطيه الفارس السعودي عبد الله ابراهيم عبد الله، وينطلق عبد الله للحاجز الاول، حاجز مهرجان خادم الحرمين الشريفين. ها هو الفارس عبد الله الان يجتاز الحاجز الاول، دخول على حاجز مجلس التعاون الخليجي. للأسف امتناع أول في الحاجز الثالث كان بسبب هجوم الفارس، والوصول لنقطة قريبة لن تمكن الجواد من إخلاء الأرض والقيام بقفزة كاملة. خاف الجواد زيفورس على نفسه
من المغامرة الآن، أربع نقاط جزاء بمجموعة على الحاجز الثالث، ولكن الزمن ما زال مستمرا يا عبد الله، يجب على الفارس أن يعوض. يكون من الأسرع الفرسان ذوي الأربع نقاط جزاء إن استمر الحال على ما هو عليه واحتفاظه بأربع نقاط جزاء للامتلاك. اجتياز الحاجز الخامس، وصول مناسب جدا للحاجز السادس، ولكن أربع نقاط جزاء كانت بسبب إسقاط أحد الألواح الموجودة في صندوق للحاجز الحائط حاجز السادس. للأسف امتناع ثاني يقصي عبد الله إبراهيم برفقة ليفروس من الجولة بامتناع، بعد كان امتناع الأول في الحاجز الثالث وهو الامتناع الثاني في الحاجز الثامن. عبد العزيز مفهد الهمزاني كلاسيك جيرل 22 لم تكن في يومها يوم الأمس، نعمل أن تكون هذه الفرس هذا هو يوم قبل أمس عفوا. ها هو الفارس الرائع الخلوق عبد العزيز مفهد الهمزاني، فارس مميز شارك في عدة معسكرات، له مشاركات كبيرة في الدوري العربي، يتجه للحاجز الأول. تمنيتنا بالتوفيق لعبد العزيز، اجتياز موفق لأول حواجز المسلك، مفتتحا ذلك باجتياز حاجز مهرجان خادم الحرمين الشريفين. دوران الحاجز الثاني، حاجز مجلس التعاون الخليجي، اجتياز بصعوبة الحاجز الثالث الآن. للأسف أربع نقاط جزاء في الحاجز الثالث، دخول قريب على الحاجز الرابع حاجز الاتحاد السعودي وروسيا، واجتياز الحاجز الرابع، دخول الآن للحاجز الخامس. يزيد عبد العزيز من سرعة الآن، وصول موفق ولكن للأسف لم يخل الجواد الأرض وامتنع عن القفز. يقرع الجرس ويضاف 6 ثواني للزمن وأربع نقاط جزاء القفز، ويعاد بناء الحاجز بالتأكيد. قرع الجرس الآن لعبد العزيز مفهد الهمزاني، ويتجه للحاجز الخامس الآن، اجتياز بمجموع أربع نقاط جزاء على الحاجز الخامس، اجتياز الحاجز السادس الآن، دوران الحاجز السابع. سيقع الفارس وللأسف عبد العزيز الهمزاني في مصيدة الزمن. الزمن المسموح 88 ثانية، تبقى مسلك طويل أمام الفارس حتى ينهي ضمن الزمن المحدد. خروج من المسلك الصعب، 7-8 ألف وباء وجيم و9 بدون نقاط جزاء الآن. دوران الحاجز العاشر، اجتياز موفق الحاجز 11، للأسف امتناع ثاني يقصي عبد العزيز الهمزاني من اكمال جولته في هذا الشوط، شوط الفئة المتوسطة الميديم، عند الحاجز ما قبل الاخير. للأسف كان قد جمع 8 نقاط جزاء، ولكن الامتناع الثاني من قبل كلاسيك جيرل يتم استبعاد الفارس. سالم أحمد العمادي أعزائي المشاهدين، الآن من دولة الإمارات العربية المتحدة، يمتطي سوليتو
في الميدان بعد أن قرع له الجرس. دخول على حاجز المهرجان الحاجز الأول سيازة بنجاح. الحاجز الثاني حاجز مجلس التعاون الخليجي. أيضا اجتياز الحاجز الثالث وصول واجتياز ناجح دخول قريب على الحاجز الاتحاد السعودي الفروسية حاجز الرابع. دوران الآن بعد اجتياز الحاجز الرابع للمدرج الحاجز الخامس للأسف امتناع وسقوط للفارس السالم أحمد السويدي من صهوة الجواد السوليتو. تحية كبيرة من الجمهور ويقف سالم ولله الحمد على قدميه معافى. هو المصمم الدولي مساعد كبير المصممين بوب أليسي هذه البطولة. مازن سهيان يقدم الفرس السوليتا لسايسها. شكرا لمازن السهيان من المملكة العربية السعودية. فيصل الحازمي وياسمينة. إلى الآن تأهل ستة فرسان لجوزة التميز. كان أولهم فرانسيسكو ماتي وثانيهم الشيخ خليفة الثاني والثالث عبد الله الشربتلي والرابع خالد العمادي خالد العيد خامسا وسادسا من الإمارات خالد علي الجنبي. الآن المتألق فيصل الحازمي يبدأ بعد أن قرع له الجرس ليأخذ دائرة استعدادا للدخول الصحيح على الحاجز الأول. اجتياز للحاجز الأول دخول للحاجز الثاني انتظار بياسمين الحاجز الثالث من الداخل للحاجز الرابع حاجز الاتحاد السعودي الفروسية. وصول مناسب من خلف منصة التتويج بالتأكيد لحاجز الخامس المدرج. سيازة موفق وصول قريب أخذها في سبع خطوات بدلا من ثمان خطوات. وصل قريب جدا الحاجز لم تتمكن الفرس في أخذ تقوس مناسب للقفزة مما أدى إلى أربع نقاط جزاء بالتأكيد للحاجز السادس. سيازة الحاجز السابع الثامن ألف اسقاط اللباء وتجاوز الليتين بمجموع ثمان نقاط الجزاء لفيصل الحازمي. سيازة الحاجز التاسع دوران للحاجز العاشر وفيما يبدو أن الفارس قرر الانسحاب بالفعل. فيصل الحازمي وياسمينة حفاظا على سلامة الفرس. وإن أكمل المسلك لن يضيف شيء. كان يبدو أن الفارس يحاول الاستفادة من تجاوز المسلك من السابع التاسع والمسلك المصيدة والصعب والاختبار الأصعب في هذا المسلك. بعد أن أكمل فيصل الحازمي هذا الاختبار قرر الانسحاب. حمد علي الكيربي وشريف من دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يبدو أنه الفارس الأخير في هذه الجولة. سيازة الحاجز الأول حاجز المهرجان دوران لحاجز مجلس التعاون الخليجي واجتياز بنجاح. أيضا حمد علي الكربي من الفرسان السريعين بجولة كانت مميزة قبل الأمس بشريف. إلى الآن الأمور تسير جيدا. تأهل فارس واحد
لجوله التمايز من دوله الامارات العربيه المتحده، واخر متاهلين خالد علي الجنيبي مع اثنان من قطر واثنان من السعوديه، وفارس وحيد بلجيكي. هل يكون الفارس حمد ثنائي مع خالد الجنيبي؟ دعونا نشاهد الان المازق والمصيد، الحاجز الثامن الف، سياز الالف وباء وجيم. الى الان بدون نقاط جزاء لحمد. اجتياز الحاجز التاسع، هل يلتحق مع رفيق خالد الجنيبي ويصبح من كل دولة ثنائي قطر والامارات والسعودية؟ الحاجز الاخير حمد الكربي، نعم يفعلها وضمن الزمن. اثنان من قطر واثنان من المملكة العربية السعودية واثنان من الامارات للتأهل لجولة التمايز، بالإضافة إلى فارس السابع، والآن سابع المتأهلين والأسرع زمن 86.97، يدخل بذلك لجولة التمايز. نعم هو آخر فرسان المشاركين في هذه الجولة إلى أن يعد المسلك الآن مسلك حواجز جولة التمايز. 19 11 ألف وباء، 14 1 2 3. بعد 15 دقيقة سوف نبدأ. ها هي النتيجة الآن في الشاشة، خالد العيد وعبد الله الشربتلي وفرانسيس كوماتي والشيخ خليفة الثاني وخالد العمادي وحمد الكربي وخالد الجنيبي، 7 فرسان تأهلوا لجولة التمايز، هم من أمضى هذه المسلك للجولة الأولى بدون نقاط جزاء، إلى أن يتم إعداد المسلك للجولة جولة التمايز. نعود معكم بعد 15 دقيقة بمشيئة الله، فابقوا معنا مع لقطات رائعة لهذه الجولة.
إذن أعزائي المشاهدين سينطلق بعد قليل هو شوط التمايز من الشوط ما قبل الأخير في هذه البطولة، والشوط هو الأخير إن شاء الله في الجائزة الكبرى اليوم بحضور صاحب سمو الأمير التركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض. يقف الآن بجانبي المصمم الدولي والأولمبي منصور المقاطي. وشي نرحب فيك أستاذ منصور، اليوم هو اليوم الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين والبطولة الخليجية، 53 فارسا او 55 فارسا، عدد كبير جدا في الشوط ما قبل الاخير، يتاهل منهم 7 لجوله التمايز. نتكلم عن الشوط وجوله التمايز اللي تاهلوا لها 7 فرسان. نعم، الشوط كان 140، كان الشوط حقيقه ما كان سهل، وتاهل منه 7 فرسان لجوله التمايز، وكان حقيقه الشوط شوي في ما كان سهل من ناحيه التكنيك، وتعدوا الفرسان 7 كانوا مؤهلين للجولة الثانية. أبو فوزان، نتحدث برضو عن شوط جولة التمايز. الشوط اللي قبله كان ارتفاعه تقريبا 145 كارتفاع في الحواجز. الجولة التمايز كم يحق للمصمم أو لجنة الحكام أن ترفع الحاجز؟ الآن شوط التمايز، شوط جولة التمايز رفعنا الحواجز اللي هي 7 حواجز إلى 10 سنتيمترات، يعني وصل الآن إلى 100 تقريبا 150، والبول هذا وصل تقريبا 153، حيتنافسون على 7 حواجز، ويكون الزمن حاسم في هذه الجولة، يعني حيتنافسون ضد الزمن. طيب نتكلم عن التركات الموجودة في الشوط اللي قبل شوي، يعني 55 يخرجوا منهم تقريبا 7 فرسان، يعتبر عدد قليل جدا، خاصة ان الشوط يعني فيه عدد كبير من الفرسان. هو كان حقيقة الصعوبة كانت تكمن في التريبل رقم 8، كان اوكسر فيرتيكال، فكان اغلب الفرسان صادهم التريبل، وكان 7، يعني 7 جيد، كان يعني عدد كويس، يعني الكورس كان مناسب جدا لهم. طيب ابو فوزان، نتكلم عن الشوط الاخير الجائزه الكبرى، يعني دائما الجائزه الكبرى يكون هو الشوط الحاسم والاقوى دائما في البطولات. نتكلم عن صفات الشوط، هل هو شوط جمب اوف معروف؟ نتحدث برضو عن تصميم المسلك وايضا الارتفاع. تصميم الجراند بري اللي هو الشوط الاخير النهائي يختلف تماما عن الشوط هذا، فبيكون فيه الدبلات، الحواجز المركبة بتكون أصعب من الجولة، من الشوط اللي ما قبله، بيكون فيه بعض الخطوات أيضا، المسافات فيها يعني قصيرة، فيها طويلة، فيها تركات، وتوقع أن يجتازها حقيقة من 3 إلى 4 فرسان هم اللي حيجتازون في مشيئة الله. توفيق، بس الشوط بيبدأ بعد قليل، ما نبي نطول عليك، تبي تشيك على مسلك. شكرا لك، شكرا لك ابو فوزان. الله يسلمك، مع السلامة. هذا كان حديث منصور المقاطي، احد المصممين المتواجدين، المصممين الدوليين في هذا الشوط. سينطلق الشوط بعد قليل، بعد 5 دقائق، سيشارك فيه 7 فرسان، وهم الفارس خالد العيد وعبد الله الشرط للمملكة العربية السعودية، وايضا الشيخ خليفة الثاني، وايضا حامد الكربي، وايضا الفارس خالد حامد الكربي ايضا، والفارس ماتي من دولة بلجيكا، وايضا الفرسان المشاركين 7 فرسان سيتم إعلانهم بعد قليل لدخول جولة التمايز، الذي خرجوا في جولات نظيفة في هذا الشوط. سينطلق الشوط بعد قليل، ومن ثم سيكون هناك منصة التتويج وتتويج الفرسان أصحاب الشوط الثاني من اليوم الأخير. يتبقى لنا شوط الجراند بري، وهو الشوط الأخير، وهو جائزة الكبرى اللي سيشارك فيه ما يقارب 23 فارسا. كل التوفيق للفرسان المشاركين. أعزائي المشاهدين، أنا أترككم مع بعض اللقطات، ومن ثم سنكون إن شاء الله معكم في شوط الجراند بري، أو شوط جائزة، أو شوط جولة التمايز. جولة التمايز، إذن كل التوفيق للفرسان المشاركين 7 في جولة التمايز.
عودة مجددا أعزائي المشاهدين مع جولة التمايز وجولة الإثارة لنهائي الفئة المتوسطة الشوط ما قبل الأخير بستة فرسان، أولهم البلجيكي فرانسوا ماتيه يمتطي بولينسكا. جولة التمايز أعزائي المشاهدين التاسع والعاشر ثم الحادي عشر ألف وباء أربعة عشر واحد اثنين ثلاثة. فارسان من قطر وفارسان من المملكة العربية السعودية وفارسان من دولة الإمارات العربية المتحدة. نفتتح هذه الجولة بحاجز بيت الشعراء التاسع. قد يحضر فرانسيسكو أماتي من جولة سريعة جدا تزيد المنافسة إلى الآن التاسع العاشر الحادي عشر ألف وباء بدون نقاط جزاء. عودة الحاجز الرابع عشر حاجز ساعة مكة، دوران للحاجز الأول حاجز المهرجان لليسار لحاجز مجلس التعاون بدون نقاط جزاء. الآن الحاجز الأخير في جولة التمايز لفرانسوا ماتي بلجيكا. الآن جولة مميزة وسريعة 38-08 بدون نقاط جزاء بزمن 37-08 هي جولة أول داخلي لجولة التمايز. الفارس القادم هو الشيخ خليفة الثاني، يمتطي الهواجر أريزونا. فارس سريع يجب عليه لي احتلال الصدارة احضار زمن اسرع من 37 ثانية وثمانية اجزاء من الثانية. الى الان البلجيكي فرانسوا ماتي هو المتصدر، يتجه ويقرع الجرس. بوب أليس في وسط الميدان يتراقب ما يفعل فرسان في مسلكه الخطر الذي وضعه لهم. أربع دورانات ودبل واحد حاجز مركب ثنائي. اجتياز الحاجز العاشر دخول حاجز الحادي عشر ألف وباء يسرع على حاجز ساعة مكة. اجتياز بنجاح بمخاطرة كبيرة من فارس قطر الشيخ خليفة الثاني برفقة الهواجر أريزونا. اجتياز الحاجز الأول خمس ثواني أربع ثواني. الآن يبقى البلجيكي في المقدمة 39-24 وبدون نقاط جزاء. تبقي الشيخ خليفة الثاني برفقة أريزونا من قطر في المرتبة الثانية المؤقتة محتلا البلجيكي فرانسوا ماتي الصدارة إلى الآن. المسلك كبير ارتفاع 145 سنتي، مسلك ليس بالسهل وارتفاعات كبيرة. ها هو العالمي عبد الله وليد الشربتلي برفقة لاتويا 44. هذا الشوط هو من اختصاص عبد الله الشربتلي الفائز بنفس الشوط وبنفس المنافسة في نسخة المهرجان الثانية.
يستعد عبد الله الشربتلي. ويقرع الجرس ويبدأ العد التنازلي. ترقب كبير البلجيكي فرانسوا متي وضع الفرسان تحت اختبار كبير والزمن سريع. عبد الله الشربتلي اختار طريق سريع ويبدأ بسرعة الحاجز التاسع، دوران الحاجز العاشر الآن، دوران قريب ودخول قوي على الحاجز الحادي عشر. ألف الآن حاجز سابق، اجتياز لألف وباء الآن دخول على الحاجز ساعة مكة بسرعة كبيرة. 14 اجتياز بنجاح الآن، هو الأسرع إلى الآن، هو الأسرع من الفارس البلجيكي. 10 ثواني دخول على حاجز مجلس التعاون. اجتياز موفق ونعم نعم أسرع عبد الله الشربتلي بالصدارة 36-29 محتلا الصدارة المؤقتة كمركز أول في هذا الشوط. عبد الله الشربتلي برفقة لاتويا من المملكة العربية السعودية هو الأول مؤقتا. فارسنا القادم خالد العمادي وأوتاشا لتحتل الصدارة. يا خالد يجب أن تحضر زمن أسرع من 36 ثانية و 29 جزء من الثانية. يدخل الميدان ثاني ممثلي قطر خالد العمادي وأوتاشا. حواجز جولة التمايز 19-11 وباء 14-1-2-3. قرع الجرس وأسرع زمن بيد العالمي السعودي عبد الله الشربتلي 36-29. خالد العمادي يملك فرس جبارة وتاشا. دوران سريع على الحاجز الثاني من قريب جدا. الحاجز العاشر الحادي عشر ألف وباء اجتياز ناجح. الحاجز رقم 14 اجتياز ودخول من الداخل هو نفس توقيت عبد الله الشربتلي على هذا الحاجز. دوران لمجلس التعاون الخليجي 4 ثواني 3 ثواني. جولة مميزة تدفع بهذا الفارس للمرتبة الثالثة 37-73 بعد الفارس البلجيكي 37-08 هو أسرع من خالد العمادي فارس قطر برفقة أوتاشا. جولة مميزة ورائعة هذه لقطات أعزائي المشاهدين من جولته في الميدان. الآن الفارس الأولمبي السعودي صاحب الخبرة الكبيرة برفقة فوليتا هو الفارس الخامس وما قبل الأخير. لدى خالد إمكانيات لتحطيم هذا الرقم، هل تكون فوليتا حاضرة هذا اليوم لمساندة البطل العالمي والأولمبي خالد العيد؟ قرع الجرس لخالد العيد. ترقب كبير من الفرسان، هو ثاني فرسان المملكة العربية السعودية وآخرهم. الصدارة بيد عبد الله الشربتلي. بدأ الزمن، اجتياز الحاجز الأول، دوران للحاجز الثاني،
سياسة ناجح الآن حاجز سابق الثالث بتفوق اجتياز الحاجز الثالث. الحاجز الرابع رقم 14 حاجز مكة اجتياز بنجاح. الحاجز الأول دوران قريب للحاجز الثاني. الحاجز الأخير ويفعلها عبد خالد العيد أولا بالخبرة بالتمكن 35-41. خالد عبد العزيز العيد أولا في هذا الشوط برفقة فولتا. هنا الخبرة هنا التمكن وها هو يدعو الله وشاكرا لله بعد جولة ممتعة. تدرس يا خالد تدرس هذه الجولة للفرسان على مستوى العالم. فرس لديها إمكانيات متوسطة ولكن هذا المساء أظهرت كل الإمكانيات وكل التميز. خالد العيد أولا بزمن سريع. خالد الجنيبي الآن لديه إمكانيات كبيرة برفقة إنرجي. هو آخر فرسان جولة التمايز. الآن الصدارة وبدأ الزمن. الصدارة بيد خالد العيد وثانيا عبد الله الشربتلي. دوران قريب خالد الجنيبي خبرة كبيرة من فرسان الإمارات العربية المتحدة المميزين. دخول على حاجز سابق الألف والباء. دوران الآن لحاجز مكة. تأخر بعض الشيء في هذا الحاجز. دوران الآن قريب. حاجز المهرجان لن يغامر خالد الجنيبي. إذن مبروك للفارس السعودي الأولمبي خالد عبد العزيز العيد برفقة فوليتا وهو ينهي جولة الآن. خالد الجنيبي 44-46 معلنا انتهاء هذا الشوط. خالد العيد أولا الشربتلي عبد الله ثانيا فرانسيسو أماتي ثالثا الشيخ عفوا خالد العمادي رابعا والشيخ خليفة خامسا وسادسا خالد الجنيبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. عفوا هناك فارس تبقى من دولة الإمارات حمد علي الكريبي وشريف. نؤجل التبريكات لخالد العيد. نعم هم ستة فرسان اثنان من قطر واثنان من السعودية واثنان من الإمارات. انتهى خالد الجنيبي ب 44-46. هل يحسمها حمد علي الكريبي أم لا؟ دخول بنفس الدخول عبد الله الشربتلي. دخول سريع على الحاجز الأول دوران للحاجز الثاني. الحاجز الثالث سابق 4 نقاط جزاء. إذن مبروك لخالد العيد هذا الشوط. الفئة المتوسطة نهائي وانسحاب. نعم انسحاب ذكي من حمد علي الكريبي. 4 نقاط جزاء لن تجعل من الخمسة الأوائل. جميع الفرسان الخمسة خرجوا بدون نقاط جزاء. إذن هو سادسا في كل الأحوال سواء أكمل المسلك أو لم يكمله. مبروك لخالد العيد وبرفقة فوليتا. ثانيا الشربتلي ثالثا فرانسوا ماتي رابعا خالد العمادي خامسا خليفة الشيخ خليفة نعم هو خامس هذول الفرسان. إلى التتويج وها هي النتيجة. خالد العيد بفوليتا من المملكة العربية السعودية أولا ب 35-41. ثانيا عبد الله وليد الشربتلي لاتويا 44 بدون نقاط جزاء والزمن 36-29. ثالثا فرانسوا ماتي من بلجيكا بولنسيكا بدون نقاط جزاء والزمن 37-08. خالد العمادي من قطر اوتاشا بنقاط جزاء وبزمن 37-73. الشيخ خليفه الثاني الهواجر اريزونا بدون نقاط جزاء وبزمن 40-23. خامسا بالتاكيد سادسا كان من نصيب خالد الجنيبي و إنرجي وبدون نقاط 44-46. سابعا
حمد علي الكربي. بولينيكي بعد أن انسحب من هذه الجولة ويبقى سابعا لإنهاء الجولة الأولى. مبروك للفرسان إلى التتويج. نلتقي في الجولة أو الشوط القادم، شوط الجائزة الكبرى المؤهل لكأس العالم. إلى هناك نلتقي الآن مع وليد في الميدان والأستاذ علي السهلي يرافق عبد الله الشيخ بالتجهيز والإعداد لشوط الختام. الآن المصممين يعملون على ذلك، وعلي السهري ورفاقه يعملون على التتويج لهذا الشوط الكبير. كان معكم هذا الشوط محدثكم من خلف الميكروفون عبد العزيز السرحاني، ساعدني في التعليق على هذا الشوط الفارس الدولي الكويتي غازي الجراوي، والفارس الدولي أيضا السعودي عبد الله مساعد وعلان. إلى أن نلتقي في الشوط القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.